صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله لا خلق ابدا يقدرها تعظيما لرسول الله صلى الله عليك وسلم. يا نورا سميت محمد، يا نورا من نور في نور، وبنور الاكوان محمد، يا صاحب معراج العرش وبراق يمشي في الممشى، يا من في السدرة خطوته إذ يغشى السدرة ما يغشى. وكيف لا نصلي عليه وهو الذي أمرنا بالصلاة عليه. أكثروا من الصلاة عليه في اليوم الأغر والليلة الزهراء، ألا وهما يوم الجمعة وليلة الجمعة. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: البخيل من أمتي من يسمع اسمي ولم يصل علي. إخوتنا إخوة الإيمان، وما هي إلا برعة من أيام، ويهل علينا شهر ميلاد نبينا المصطفى العدنان. وفي ليلة اجتمعنا فيها هاهنا اليوم لنكرم رجلا كريم وقارئا عظيم، ألا وهو شيخنا فضيلة الشيخ سليمان عبد البر سليمان. ذاك الرجل الذي قال عنه نبينا المصطفى العدنان: من حفظ القرآن يؤتى يوم القيامة بوالديه وقد ألبسهما الله تاجا من النور ضوءه كضوء الشمس. ومن حفظ القرآن لا يرد إلى أرذل العمر، ومن حفظ القرآن وعمل بما فيه يؤتى يوم القيامة بوالديه وقد ألبسهما الله تاجا من النور. ويقول نبينا المصطفى العدنان: من حفظ القرآن يشفع في 70 من أهله، ومن حفظ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحى إليه. وفي ليلة تكريمه نشارك الأسرة الكريمة ممثلة في القارئ العظيم والعلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ أحمد عبد البر سليمان، ونشارك أيضا أبناءه الأكرمين السيد المهندس شريف سليمان، والأستاذ الدكتور علاء سليمان، والأستاذ الدكتور محمد سليمان. في مجلسنا هذا نسعد فيه بأقلام الإذاعة المصرية وأصحاب الأصوات الندية فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر حرك علم الإذاعة المصرية، فليتفضل مشكورا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون غلوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق الله العظيم. الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. عليك يا حبيبي السوشي. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ما شاء الله. من جاء بالحسنة فله خير منها
ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد صدق الله العظيم. إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد بنفتح عليك يا حبيبي. إن الذي فرض عليك القرآن لرى صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم. اسمع كده كده كفى وكفى خلاص. حاضر حاضر. الكتاب
تكونن ظهيرا للكافرين. أنا معاك الله يبارك. حاضر حاضر. صدق الله العظيم. أعمل إيه بقى أكتر من كده؟ اللهم صل على من يزيد وبارك. هنا حاضر حاضر. وما يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع صدق الله العظيم. ولا تدع مع الله إلها آخر ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك. ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر. لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه.
كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون لا نزكيها الله نسأل الله أن يغفر لنا ولا له الحكم وإليه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان علمه البيان بسم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن I
تعلم القرآن خلق الإنسان علمه البيان بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان سبحانه جل شأنه سبحانه وتعالى الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط حاضر وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم. عليك يا أخي حاضر وعليك يا عمي وعليك يا حاضر حاضر دي بس الحلاوة كلها عندكم الحلاوة كلها هنا موجودة عندكم الله يبارك فيك يا رب الله يعزك يا رب الله يرحم الجميع يا رب والناس
يا على الله على الله. حاضر 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 وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكرة. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعنا للأنام فيها فاكرة. فيها فاكرة. أهلا وسهلا. الله يحفظك. فيها فاكرة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار. وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين.
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ رب المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ. بينهما برزخ. بينهما برزخ. بينهما برزخ لا يبغيان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. صدق الله العظيم. هعمل ايه بس؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كل من عليها فان.
من علي فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. حاضر حاضر حاضر. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فبأي آلاء كل من عليها فان كل من عليها فان كل من كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. الرحمن عروس القرآن. الرحمن اسم يتلألأ في الأذهان. الرحمن هو اسم الملك الرحيم الرحمن لما تيسر من خواتيم سورة القصص ثالثة الثلاث الطواسيم القرآنية الربانية المكية وفواتح سورة الرحمن. أمتعنا العلم والكروان ونجم نجوم إذاعة القرآن وصاحب الإجادة والإحكام والإتقان فضيلة القارئ الشيخ الدكتور عبد الناصر عرب.